أبناء شعبنا الكريم، أهلنا في تطاوين العزيزة، تحية طيبة. هذه حركة النهضة تتقدم إليكم في انتخابات 26 أكتوبر 2014، فبعد عقود من الاستبداد والفساد قدمت خلالها الشهداء والسجناء والمهجرين، وشاركت مع بقية الأطراف الوطنية في إنجاز الثورة بطريقة حضارية دون انتقام أو تشفن. وفي مرحلة لاحقة لانتخابات أكتوبر 2011، عملت حركة النهضة على إنجاح المسار الانتقالي بالمساهمة الفعالة مع شركائها في الحفاظ على سير مؤسسات الدولة وإنجاز الدستور والهيئات التعديلية رغم العوائق الموضوعية والمصطنعة من أعداء الثورة، وتم بحمد الله الوصول إلى انتخابات أكتوبر 2014. نجدد العهد معكم للحفاظ على مكتسبات الثورة وتجسيد أهدافها. بانتخابكم لحركة النهضة تقطعون الطريق على من يعمل لإعاقة التجربة والانحراف بها للعودة للفساد والاستبداد. تعالوا معنا لبناء منوال تنمية جديد يقوم على العدل والتمييز الإيجابي بين الجهات. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، بالرغم من وفرة ثرواتها وكفاءاتها البشرية، عانت جهة تطاوين من التهميش والإقصاء طيلة العقود الماضية، وهو ما يتطلب بذل جهود مضاعفة لارتقاء بمستوى عيش المواطنين وضمان كرامتهم، وذلك عبر رسم خارطة تنموية تراعي الجدوى الاقتصادية والحاجيات الاجتماعية والضوابط البيئية، بعث صندوق للاستثمار بالولاية تساهم فيه الشركات الكبرى المنتصبة في الجهة وكل الفاعلين الاقتصاديين من ابناء تطاوين في الداخل والخارج. سنعمل على تأهيل المناطق السقوية وتوسيعها والرفع من إنتاجيتها عبر تنمية مواردها وترشيد استغلالها، تشجيع التكوين المهني والإرشاد الفلاحي لرفع الإنتاجية والمردودية، تطوير الإنتاج الحيواني بتوفير ودعم الأعلاف والتشجيع على إنتاجها في الجهة، العمل على حل الإشكاليات العقارية، استغلال الطاقات المتجددة بالمناطق الصحراوية، دعم البنية التحتية والعمل على تحسين الخدمات بكافة المؤسسات التربوية بالجهة، العمل على استقرار الإطار التربوي لتحقيق جودة التعليم، تدعيم المستشفى الجهوي بالإطارات الطبية المختصة والتجهيزات العصرية الملائمة، تأهيل المستشفيات المحلية والمراكز الصحية وخاصة النائية منها، ربط تطاوين بالطريق السيارة مدنين راس جدير، وتطوير الشبكة الحالية للطرقات. يا أهلنا في تطاوين، رسالتنا إليكم رجالا ونساء، شبابا وشيوخا، معكم سنعمل على تحقيق الأمن والاستقرار وبناء الدولة الحديثة التي يتحقق معها العيش الكريم والرفاه لكل أبنائها. في هذه المرحلة الفاصلة ندعوكم للتصويت لقائمتنا، قائمة حركة نهضة بتطاوين يوم 26 أكتوبر 2014، لنحقق أهداف ثورتنا ونقطع مع منظومة الفساد والاستبداد. رحم الله شهداءنا الأبرار، عاشت الثورة التونسية، عشتم وعاشت تونس حرة أبية أبد الدهر.